لماذا لم يثر الإمام الحسين في عهد معاوية؟ مبررات الثورة على الحكم الأموي كانت متوفرة بعهد معاوية، وكان الإمام الحسين يعرف هاي المبررات. وهنا يسأل السائل، ليش ما اندلع ثورة الإمام الحسين بعهد معاوية على الرغم من أن وجود مبررات الثورة؟ وهاي المبررات ليش ما دفعت الإمام الحسين أن يقوم بالثورة بزمن معاوية، وكان قيامه بالثورة بزمن حكم يزيد لعنة الله عليه؟ أكو عدة أسباب موضوعية، خلينا نوضحها باختصار. السبب الأول هو الوضع النفسي والاجتماعي. كانت حروب الجمل وصفين والنهروان وغيرها من الحروب اللي صارت بين القطع السورية وبين مراكز الحدود بالعراق والحجاز واليمن ولدت نوع من الحنين والرغبة للسلم والاستقرار بالنسبة لأصحاب الإمام علي عليه السلام. وبسبب مرور 5 سنوات كلها خلصت يطلعون من حرب ويدخلون بحرب ثانية. والغريب بالموضوع ما كانوا يحاربون جماعات غريبة عنهم أبداً، كانوا يحاربون عشائرهم وإخوانهم. ورغم كل هذا قدر الإمام الحسن يجهز جيش ضخم الحرب معاوية، لكن هذا الجيش وصف المؤرخين وقالوا عنه بأنه كتبت عليه الهزيمة قبل أن يواجه العدو بسبب تعدد التيارات داخل هذا الجيش. والإمام الحسن من شاف تأثير الظروف النفسية والاجتماعية بالمجتمع العراقي بذاك الوقت واللي خلته عاجز عن النهوض والقتال وانتزاع النصر، ومن شاف أنه الحرب راح تكلف خسارة المخلصين من أتباعه، فهنا تأكد الإمام أنه الحرب إذا اندلعت بهاي الظروف راح يكون النصر حتماً المعاوية. لذلك اتخذ الإمام الحسن قرار بعقد هدنة مع معاوية حتى يجهز الجيش للثورة. وكان هذا الطريق وهذا الموقف الوحيد اللي يقدر يسير به الإمام الحسن باعتباره صاحب رسالة. صحيح كان ثقيل على نفس الإمام ومؤلم المشاعر الشخصية، لكن لو ركزنا بالتفصيل شوية راح نلقى الإمام الحسن عليه السلام أصبح محاط بثلاث مواقف. الموقف الأول أن يحارب معاوية رغم الظروف والنتائج السيئة اللي تترتب على هذا الموقف. والموقف الثاني أن يسلم السلطة لمعاوية ويتخلى عن أهدافه. والموقف الثالث هو أن يخضع الإمام للظروف المعاكسة ويتخلى مؤقتاً عن الصراع الفعلي المسلح، لكن مو حتى يقعد ويتفرج على الأحداث، وإنما يكافح على صعيد آخر ويوجه الأحداث الصالحة والصالحة أهدافه. وكان هذا هو الخيار الصائب والصحيح اللي اختاره الإمام الحسن عليه السلام. وفعلاً عقد الإمام الحسن هدنة مع معاوية لعنة الله عليه حتى يجهز المجتمع للثورة. وطبعاً الإمام الحسين كان رأيه مطابق تماماً الرأي الإمام الحسن. والسبب الثاني اللي دفع الإمام الحسين لعدم القيام بالثورة بعهد معاوية هو طبيعة شخصية معاوية وأسلوبه الخاص بمعالجة الأمور والاختلاف بينه وبين شخصية يزيد. فمعاوية ما كان جاهل بالسياسة بالمستوى اللي يتيح للإمام الحسين أن يقوم بثورة مدوية، ولو صار الثورة بزمن معاوية كان قضى عليها بأساليبه الخاصة وما كانت تصير بهذا الحجم وبهذا الثقل مثل ما صار بزمن يزيد، وكان يقدر يتخلص منها بالسم ويقضي عليه قبل ما يقوم بالثورة. والكل يعرف أنه معاوية عنده هاي الأساليب بحيث يحاول يقضي على كل شخص يهدد مصالحه بأقل الخسائر وأقل ما يمكن من الضجيج. أما بالنسبة ليزيد فكان ضد والده معاوية فيما يخص ثورة الإمام الحسين، والتاريخ وصف شخصيته وذكر بأنه كان إنسان صغير العقل ومتهور وسطحي بالتفكير، لذلك كان من أبعد الناس في مواجهة ثورة الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب والده. كذلك نشأة يزيد وطبيعة شخصيته خلته عاجز عن التظاهر بالورع والتقوى والتلبس بلباس الدين في فترة حكمه مثل ما كان والده، وكان يعالن الناس بارتكاب المحرمات. كل هاي الأشياء خلت الناس تشوف يزيد شخص غير مناسب لمنصب الخلافة. أما السبب الثالث بعدم قيام الإمام الحسين بالثورة بعهد معاوية هو العهد والميثاق اللي كان بين الإمام الحسن ومعاوية، لأن معاوية كان يستغل هذا الميثاق حتى يشوه ثورة الإمام الحسين. وبما أنه الناس عرفوا أنه الإمام الحسن والإمام الحسين عاهدوا معاوية على السكوت عنه ما دام على قيد الحياة، بهاي الحالة لو ثار الإمام الحسين على معاوية كان استغل معاوية هذا الجانب ويصور الإمام بصورة المنتهز الناقض للعهد والميثاق اللي كان بينهم. كل اللي ذكرناه هي أسباب جبرة الإمام الحسين عليه السلام على عدم القيام بالثورة بعهد معاوية، لأن المجتمع ما كان مهيئ للثورة، ولو ثار الإمام الحسين بعهد معاوية ما كانت الثورة بهذا الوهج الساطع اللي يتخلد بضمائر الناس.